بعد سنوات من الجفاء شلال تامدا تعود له الحياة من جديد لتدب في فتحات الحجارة ومسامات التراكم الجبلي للمنطقة التي استقطبت بشلالها من كل الأمكنة أناس يسافرون إليها. نخموا بركيفه نخليهم هكذا بالجمالية هذه، والحمد لله الحمد لله اللي رانا عندنا بلاصة كيما هذه في ولاية سميلة في بلدية أحمد راشدي. راكم تشوفوا شلالة الساعة تامدة ملي صبت الشتاء، الله يبارك خير، ربي يبارك، ومادا بينا الناس اللي تجي تحافظ على نظافة المكان، ومرحبا بكم كامل. الثراء الجبلي في الأفق وجهة الزوار الذين ساروا إليها لسحر مياه شلال تامدة وبفضل تساقط الأمطار. السنين من اللي الشلال تاع تامدة ولاش هكذا، والمطر اللي جات خلاته هكذا مشع بالحياة، وراني جيت لهنايا عطلة والحالة راهي هايلة. والله جينا نكتشفوا الشلال تاعها هذا اللي من قبل حكاو لنا عليه، يعني شلال تامدة تامدة، ولينا شفنا وجينا البلاصة هذه. يعني الحمد لله راكم تشوفوا في الشلالات تاع تامدة ولاو يسيلوا من الأمطار اللي فات اللي عطانا ربي سبحانه، وماذا بينا سما السلطات التفت شويه، زيد شويه السياحه، السياحه بامتياز. البهجه والفرح والابتسامه كلها مكون مرتبط بهذا المكان المفعم بالحياه التي صنعت للموقع بعدا جماليا وسياحيا، من شأن الترويج له ان يثمر بصوره ايجابيه على المجتمع المحلي.